السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا. دلوقتي الساعة 3:30 بالليل، فاضل على الفجر حوالي كده ايه تلت ساعة. انا بقى جعت، ماشي هعمل لكم سندوتش سريع جدا جدا وحلو قوي قوي قوي. في العيش البلدي ينفع، عيش الابيض ينفع، في الفينو ينفع، بكل حاجة تنفع، بس لو الفينو يبقى لازم توستر. انا النهاردة مش هعمله لكم على توستر، سندوتش سهل قوي. بص مفيش اسهل منه، هو بقى ايه زي ما بيقولوا شيطان اخر الليل. بصوا جبنه رومي ولانشون، جبنه شيدر ولانشون، جبنه فلامانك ولانشون، ماشي هو بيبقى بالمنظر ده كده. هبتدي احط، بصوا الجبنه الرومي اهي، معلش عشان انا بس شغاله بايد واحده، ماشي اهو. بصي بتحطي الجبنه الرومي بتوزعيها، بصوا سهل، ممكن يكون في كتير يعرفوه. انا بموت في حاجه اسمها جبنه رومي مع لانشون، الاتنين مع بعض بيبقوا ميكس رائع جدا جدا. حاولي ما تحطيش في الطرف هنا عشان ما يقعش يسيح مكان الحته المفتوحه. بحب اللانشون قوي قوي، عارفه بقى فيها يقولوا لي ايه يا حنان لانشون وما اعرفش ايه. انا مره تانية هعمل لكم لانشون ان شاء الله باذن ربنا في القناه. ده لانشون بالزيتون بيبقى طعمه جميل جدا جدا، بتحطيه فوقيه كده، تاخدي تحطي بقى الكميه اللي انت عايزاه. حتى انا بقى بصراحه بحب سندوتش يبقى مقلبص كده ومليان، ماشي. ممكن اجيب حته جبنه رومي احطها هنا، خلاص هو كفايه كده. بصوا اهو، بس ادي الجبنه الرومي وادي الانشو، هنظبطه وهنعمل ايه بقى. بص هنروح كده على البوتاجاز، ادي الجريلا، مش الجريل، عند الجريل ماشي، عندك اللهم صل على النبي توستر، عندك اي حاجه ماشي سخن جدا. تيجي انزل كده، بصوا هو زي ما هو دي بتاع طاسه الكريم، ماشي. بصوا بقى في كمان، مش عارفه يعني هوريها لكم ولا دي، عارفين دي الطاره دي بتاعت الرز، ساعات بعمل عليها وبعمل في التوستر. بصوا انا ماليش يعني قاعده في الدنيا ازاي. ابتدي بقى هدي النار لوسط، ماشي النار ما تبقاش عاليه، النار تبقى الوسط، يعني الاول اسخن قوي كده، هدي النار لوسط. ليه؟ انا عايزاه يبقى مقرمش، وعايزه الجبنه اللي جوه تسيح وتختلط بالايه باللانشون، ماشي. عارفين فكره الحواوشي، مفيش زيت، ما دهنت الزيت، ما دهنتش اي حاجه خالص، وهو ناشف كده. تحطي رغيف رغيفين زي ما انت عايزه شويه وتقلبي، خلاص. ولما تيجي تقلبي تمسكي من هنا الفتحه دي، ماشي. انا الاول هقلبه كده عشان بس الجبنه الرومي تبتدي تسخن وتسيح، ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي انا لسه مقلب، سامعين سامعين الصوت ده؟ بصوا بصي شايفه ابتدت كده، معناها ايه؟ هنا من الفتحه، من الفتحه دي كده ابتدي اروح ماسكه كده. بصي اقفل عشان ما يقعش مني، بصي اللون، وابتدي برضو اضغط تاني. انا مش بضغط بنزل صوص، مفيش صوص ولا في اي حاجه، هي الجبنه الرومي لو دسمه هتنزل السمنه بتاعتها او الزيت بتاعها، لكن دي جبنه رومي عاديه مش دلعه كمان اللي هي العاديه. بصوا برضو على نار هاديه، المهم ان انت ما تبقاش نار عاليه عشان ما يشوتش يعني ما ينشفش من بره، وتبقى الجبنه من جوه لسه ما ساحتش. برضو اسيبه بنفس المنظر على نار متوسطه، خلاص. بصوا احنا كده هنشوفه، خلاص بصوا شايفين اللون حلو ازاي، بيبقى تحفه. خلاص هو كده خلاص اتحمر والجبنه خلاص، وبصوا مسك في بعضه. بصي اعرف ازاي، بصي مسك في بعضه، بصي مش عايز تطلع، بصي خلاص نشفت ومسكت في بعضها. اطلعه بقى على طبق واسيبه يهدى، وابتدي بقى ايه اقطعه نصين ونقدمه. بصي يا قلبي نقصه كده ونحطه في طبق التقديم. بتحطي جنبه بقى خيار، بتحطي جنبه طماطم، بيبقى طعمه حلو جدا، بيبقى في منتهى الجمال ومقرمش وجميل جدا جدا جدا. بصوا بصوا هوريكم حاجة بقى من غير ما يقطع، من غير بقى ايه سخن. بصي شايفة الجمال، بصوا شايفين هو ده، احنا عايزين المنظر ده. بصي بالليل بقى كده جنبه كوبايه شاي، واحلى زي ما بقولوا احلى سحور، احلى عشاء، احلى فطار. الساعه 3:30 الفجر، حاجه سريعه كده. يا رب تعجبكم وتعملوه، طعمه رائع جدا جدا، وبحبكم قوي قوي. انا حنان رمضان.